طفولة على البحر، حياة عشق البحر هذا، منه صيد منه غطس منه بترزق منه بصايد ببيع بصرف بروح أكل الضاري. في 95 بقيت ألحق أبوي صياد، واليوم من 95 تعلمت على البرودة، على البرودة متعة، صرت أغطس خفيف أولها ممارسة، تعلمت صرت صياد من صياد المعرفين على الشط هذا. أول ما كنت أجي على البحر يعني كنت أنا يعني أجي طش وسباحة وهيك، شوي شوي تطورت صرت أسبح، شوي شوي يعني تعلمت بالدنزل أشوف إيش إيش في سمك على الحجار، إيش في سمك على البحر، إيش شوي شوي يعني تعلقت يعني صرت أعشق البحر أكثر ما بعشق داري. يعني أنا بنام على البحر هان أحيانا بنام وبروحش على الدار، من كنت ما أنا بعشق البحر وبحبه، بقدرش أروح على البيت، بقدرش أسيب البحر، لأنه كمان بنفس الوقت إنه هذه رزقتي ورزقة أولادي. يعني اليوم أنا جيت على البحر بطعم أولادي، ما جيتش بصير أشحد من الدكان هذا شوية ومن الدكان هذا شوية، وهذه الحياة زي هيك يعني. الغطس متعة رهيبة، بقيت سباحة أول أسبح، بعدين جبت نظور صرت أغطس تتفرج على تحت المية على الصخر على السمك على الحاجات، يعني بتشوف عالم تاني تحت المية، متعة النفسية ترتاح، كمان نفسيتك ترتاح لما تتفرج على الصخر على سماك على السلطعين تحت المية، متعة متعة عالم تاني، البحر تحت المية عالم تاني. والله الأدوات اللي بيستخدمها الغواص، أول شيء بده يكون عنده بدلة غطس، ثاني شيء بده يكون عنده فرد مية، بده يكون عنده نواديل محترمة، بده يكون عنده زعانف محترمة، بده يكون خنجر على جنبه، بده يكون يعني كل الملتزمات معه، كل ملتزمات الغطس معه. للأسف يعني المعدات هذه مش موجودة، شوي شوي بدأت تنقطع وتنقرض، بصرنا إحنا نروح مخارط غزة ونقلدها تقليدية، لكن هي مش أصلية. يعني في من هذا البوريد هو بتجيبه 10 بتخيب، يعني مش زي الاصليه. احنا حاليا فيش امكانيات، احنا الغواص ما تعرف بدله الغطس، النظور، البارود، الزعانف، الزطم في الاذنين للضغط، ضغط المي تنزل على مي 6 7 متر 10 متر، خوفا من الضغط على الراس، لانه بعد الممارسه بصير تنزل اكثر، بدك حمايه للعصب، العصب السابع هذا اللي يضرب عنده، بدك لهن الزطم شايف كيف حاطط الفدنيه حفاظا تحت الميه خوفا ما يصير انفجار في المخ. اليوم ممنوع اخش حاجه، يعني تطلع النظور عندي مبعوط، تطلع البارود كيف لحمها عشان امشي حالي، لانه ممنوع اخش لنا اي حاجه، بقى موفر عهد السلطه كل شيء موجود لنا، كل اليوم فيش، ممنوع كله ممنوع، يعني حياتنا صعبة جدا قاعدين نمشيها. أهم شيء عند الغواص الممارسة، ما ينزلش لحاله، لأنه بحر هذا بحر، تحت بتشوف حاجات عالم تاني، لازم يكون معاه واحد تاني برضه يغطس، علق البارود تاعته لا سمح الله، علق هو تحت الصخر، يكون معه دايما زميله صياد معاه، يكون عدته كلها جاهزه معاه، تكون بارودته، تكون خنجر جنبه، سكينه جنبه، يعني نظوره كويس يكون، بارودته منيحه، عدته، البدله، الغطس، الزعانف. من 95 لحتى الان انا بغطس، يعني مرار تصدف تحت المي، في عندك الصخور في شقاقات، مرار بنعلق، يعني بتعلق، ممكن تدخل راسك تحت الصخر هيك تيجي موجه تخبطك تعلق، يعني بدك تشوف قديش النفس عندك، النفس بدك يبعد عن الدخان، يبعد عن الدخان، ممارسه الرياضه، يكون عنده نفس قوي جدا، يكون رياضي، يسبح، يجري على الشاط، يسبح، يغطس،
كل ما مارس السباق الرياضه كل ما غطس اكثر، كل ما تحمل جسمك اخذ التنفس صدرك وسع اكثر للغطس وللسباحه. يعني اول شيء نفسه قوي، ثاني شيء بربى عضلات، وثاني شيء بقوي قلبه، وثالث شيء بحافظ يعني على الناس، على الناس اللي بتغرق. ممكن اتعلم الغواص كمان، انا نفسي يعني كنت اعلم ناس غير سيتي، احن على الناس واعلمهم من خوف ما تغرق وتموت، وش ابقى لما الاقي سمك ابقى اعلم الناس، الناس اللي تمشي تسمع اقول له تعال هيك هيك السباحه. يعني اكثر مشاكل بنعانيها احنا هنا الاحتلال، الاحتلال في المي بيضرب قنابل. يعني انا سبب هذول اللي حطيت الفدنيه بسبب احنا هنا منطقه حدوديه، بضرب قنابل تحت المي بصير ارتجاج، بتحس انه جسمك بده ينقص، بتحس انه ضغط على راسك. هذا اكثر مشاكل، اكثر مشاكل منعنا ادوات الصيد، الصيد يعني احنا صيدين معروفين. يعني اليوم عندنا بننزل كشافات، يعني ننزل في الليل متعه في الليل، يعني اسهل في الصيد في الليل، بتعاني معاناه طخ عليك يا بضرب قنابل في المي. يعني اكثر معاناه احنا بنعانيها الاحتلال. والله انا كنت مره هيك بنزل بصايد سمك بالفرد هذا، مثل ما انا صايد سمك صيدوني قوات الاحتلال، صيدوني بطلقين، طلق ببطنه وطلق برجلي، واجوا الشباب الله يبارك فيهم طلعوا من قلب المي، ما قدرش يعني خلص، يعني انا وال100 واحد طلعوني، انا 100 طلعوني من البحر مخلص. معدات فشي، بدل الغطس ما فشي ممنوع، زعانف فشي، يعني هي نظور إلي ثلاث أربع سنين مش قادر أغيره لأنه فش موجود. يعني بعبي مية لما بغطس باخذ مية بخش على مناخيري، بخليكش تقاوم تنزل على مي أغمق. يعني البارود بطلع البارود قديش لحمها، يعني حاط فيها لحام فشي فش بديل. يعني هذا كله قاعدين نشتغله بدينا، قاعدين هذا شغلنا في غزة قاعدين نشتغله، الشوكة هذا والإلحام كله شغلنا، بنحاول إن نمشي حالنا عشان ما نقفش، عشان نطلع رزقتنا، نطلع لقمة أولادنا. ورغم ذلك برضو بضرب قنابل في المية، بضرب قنابل داخلية، يعني وانت بتغطس بيحسش اللي برا بس تحس ارتجاج في المية، قنابل يعني بتحس ضغط بصير على راسك، بصير على مخك، بصير على العصب عندك. هذه المعاناة اللي بنعانيها في الشمال عندنا هنا. اللي بغطسش ينزل بشوف الصخر اشي جنون هيك، يعني الطحالب عليه، بشوف الاسماك الصغيره من اجمعين الاسماك، بشوف اسماك غريبه، يعني عالم ثاني. يعني نفسيتك ترتاح لما تغطس المية، عالم ثاني. بس مش كل واحد يغطس، بده يمارس رياضه سباحه شوي شوي تدريجيا، لما ياخذ مش الا هو خابط على مترين على 3 متر مفجر عنده العصب، يعني بده ممارسه. بس اشي عالم تاني، البحر عالم تاني. والله اللي بنزل احجار وعلى الغطس يعني بشوف حاجات يعني حلو كتير حلو قد ما تصور. يعني بشوف التروي سمك، بشوف السمك وبشوف الصخر وبشوف حاجات حلو كتير بالبحر، بتمتع يعني متعه غير شكل، بتمتع بشيء رائع جد. بحط الكاميرا هذا عشان اورجي العالم وبورجيهم كيف بحر فلسطين اشي رهيب. تحت لازم تفرجوا الناس، اللي في ناس ما بتعرفش ايش في تحت الميه، لازم الناس تعرف ايش في تحت الميه، عالم ثاني، في اشي حلو، طبيعه حلوه، اسماك، يعني لازم يتفرجوا حاجه حلوه جدا. لازم اوصل لهم الرساله هذه، يعرفوا ايش في تحت الميه، ايش الصياد، ايش الصياد بغطس، ايش بيعاني، كيف بيلحق سمك، كيف بيجيب السمك، كيف بيجيب لقمه عيشه، عشان افرج اولادي برضه ينبسطوا، يشوف كيف يعني المعاناه اللي بنعانيها، بيتفرج متعه البحر. انا بنصح الناس كل واحد يعلم ابنه السباحه من طفولته، يعلمه السباحه، يتعلم السباحه بعدين يتعلمه الغوص. لازم كل واحد يعلم اولاده، لازم يشوف العالم الثاني الموجود تحت، لازم عالم ثاني. اللي بينزل الميه بيختلف عن اي واحد، نفسيته بترتاح، بشوف حاجات حلوه رهيبه جدا. لازم كل واحد في فلسطين يعلم ابنه السباحه، ما يسيبش ابنه،
ما يسميش ما استناش للمنقضين برضه، المنقضين ما استناش غرق، لازم من طفولته يعلمه. والله انا رسالت للناس، انا بنصح كل واحد عنده اولاد يعلمهم مهنه السباحه ومهنه الغطس والغوص، لانه عن جد هذه متعه وحياه حلوه وبشوف وبغير جو. رسالتنا للمسؤولين لازم يعملوا دورات يعلموا الشباب اجيال قادمه، لازم يجونا اخواننا من الضفه كمان يتفرجوا على البحر تبعهم البحر فلسطين، لازم يجوا يشاركونا هان ويغطسوا ويتعلموا ويوصلوا الرسائل ايش العالم الموجود تحت البحر. بكفي معاناه 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 جدا لنا، يدخلونا ادوات الصيد لانه هذه مش قادرين ندخلها، يفتحونا المقابر يدخلونا النوادير يدخلونا البدل، هذه رزقه اولادنا ورزقتنا وبنعيش منها وبنطلع دخل للناس برضو بنبيع، يعني مرات بتصدق معانا بنبيع للناس والناس بنوصل له متعة. احنا حنقف احنا في امكانية لو في انها معدات صح ومعدات غواصة صح بنوصل على 15 متر بيعمل، لكن قوات الاحتلال هذه بتمنعك تغطس على 5 متر، بعد الخمسة متر بطوف فيك يعني بالقنابل والهاض، وزي ما انت شايف كل يوم هم عاملين لنا حاجز، كل يوم هم عاملين لنا لسان، كل يوم هم حاطين شبك المي، كل يوم هم جايين بيضربوا قنابل، بحطوا مجسات يعني مانعين كمان السمك، السمك اللي خلقه ربنا يخش علينا احنا، يعني مسكرين كل شيء بوجونا قوات الاحتلال.